هتتفرج هتلاقيه فوق في الدور، في الدور الاولاني عند الشباك اللي تحت. يعني هتخش المحكمه الدور الاولاني ده، اسال على طول اسمع مسلسل ممكن تلاقيه عند الشهادات. شهادات ايه؟ شهادات مرض دليل عذر. دليل عذر، دليل عذر. شوف اللي شغالين في النظام يعني، هو تقول له انا عايز دليل عذر، تبقى شهاده مرض كده بس المحامي هو اللي يكتبها لك. خش قول له عايز دليل عذر بينك وما بينه كده، غير اي حاجه. عايزين شهاده شهادات، شهادات المرض دي او دليل العذر بتاع التأجيل ده. بس قالوا لي المحامي قال لي هجيبها من عندك. بكام بقى؟ اي حاجه انت عايز تشهد جيب لي. نكتب عليها ايه بقى؟ هو انت هو هيعرف، انت تقوم له بس ما تفهمني. هو عارف هيكتب ايه؟ انا شرف دول ب 10 جنيه ليك انت، هم بيدفعوا واحده ب 20 جنيه. ماشي، دول بقى عشان ناجل يعني؟ ولا عشان نعمل ايه؟ هيأجلوا. انت مالك بتخدم ليه؟ لازم يا حبيبي عشان ما يتوسخوش. الموضوع معقد. الموضوع عادي يطلعني ان انا مجنون يعني؟ هتطلعني مجنون؟ وتقرا دكتور طب نفسي ده في جامعه القاهره كمان. يلا يا عم تعبتني. ماشي كام؟ عطرك ايه؟ مش عايز انصب عليك. يلا يا عم ماشي روح شوف يا ريس. خليه يا حبيبي ربنا يكرمك. هو حضرتك حاجة؟ عايز افهم بس حاجة. ده عشان الاستئناف، عشان دليل عذر ما عملتش الاستئناف في المواعيد. المحامي بتاعك هيضرك؟ ما يضركش، هتفيدك. فهمتني؟ ده دليل عذر انه ما عملش الاستئناف في المواعيد. انه ده كان مريض، صاحب الشغل ده كان مريض وعيان عشان كده ما عملتش الاستئناف. طب التكتيك هو عملك المعارضة. بس الراجل بيديني واحدة بتاع الطب نفسي، فالموضوع كده مش فاهم. يا سيدي انت بقى ايه كلمتين وخلاص، حضرتك كده بس تشتري قدام القاضي بس كده. ماشي، دي يعني عشان ايه؟ لا 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 انت فاهم. مبتدأ دوت كوم.